لما جينا نتكلم على الأراضي اللي موجودة هنا ديت ونحن نجهزها عشان تبقى تنتج في مجال الزراعة، أنا بتكلم على زراعة تقليدية خالص، يعني مش بتكلم أبدا لا حتى على زراعات تكلفتها غالية، لا أنا بتكلم زراعة مية وكده. فكانت البداية خالص في الجزء اللي هو يمكن مظلل باللون الأزرق ده، وده كان على المية الجوفية. وهنا قابلنا تحدي ان المية ديت السيطرة عليها وعلى الاستخدام ما يكونش استخدام جائر، وفي نفس الوقت ان هي تقدر تخدم معانا اكبر وقت ممكن للانتاج الزراعي. وانا هنا بتكلم على المية بقى، وبقول لبهاء وبقول لكل اللي بيسمعني من المستثمرين، كله بيناقش القضية في اطار ان المية متوفرة فهو يزرع بيها، وده امر يعني طبيعي وموضوعي يمكن. لكن انا عايز اقول للي بيسمعني، المية عندنا في مصر مش متوفرة بالبساطة ديت، ولو احنا عايزين نستفيد استفادة حقيقية من كل نقطة مية، احنا محتاجين ان نظم الري تتطور جدا، ونظم الزراعة تتطور جدا، وحتى التقاوي البذور المستخدمة تتطور جدا. يعني ايه؟ يعني زي ما اتقال كده ان احنا ناخد مية صرف زراعي ونعيد صياغتها. بس انا بقول للناس واحنا بنتكلم كده انك انت وانت بتعالج الصرف الزراعي بتخلي المية زي مية الشرب صحيح، ولكن نسبة الملوحة فيها بهاء عالية، ستة بتبقى عالية شوية، وبالتالي مش كل المحاصيل اللي ممكن المية دي تخدمها زي مية النيل او زي مية الابار اللي ملوحتها مناسبة. لا، بيبقى في عندي محددات في استخدام هذه المية في زراعات محددة. لكن هل وزارة الزراعة والباحثين ممكن يشتغلوا معانا ويحلوا لنا جزء؟ اكيد. لو النهاردة بقينا في والعالم ممكن يكون في شركات برة سبقتنا واشتغلت على ان تطلع زراعة بدرجة ملوحة اعلى من اللي احنا شغالين فيها. وبالتالي انا بس برجع للمية تاني وبقول ليه هي بالنسبة لنا تحدي كبير جدا. احنا عددنا 105 مليون ولا 106 دلوقتي، وفي كمان عندنا ضيوف 9 مليون. ويمكن لما الدكتور مصطفى قال ان احنا ان العبء المالي علينا من هذا الموضوع يصل ل 10 مليار دولار، كتير اتكلم يقول لك الرقم ده معقول يعني؟ فانا قلت لهم طب بس تعالوا قولوا لنا لو احنا بندي متوسط المية طبقا اللي هو اقل معدل عندنا 500 متر في اليوم في 9 مليون، يعني في السنة يبقى 4.5 مليار متر. 4.5 مليار متر لو انا عامل لهم محطات تحلية او محطات معالجة، ده بيتكلف ارقام كبيرة قوي. ارجع للمية تاني. اذا لما بنتكلم للمية لكل من بيشتغل في مجال الزراعة، وبنتكلم على سواء كان اهلنا اللي موجودين في الدلتا او في الاستصلاح اللي احنا شغالين فيه دلوقتي، سواء كان هنا في الدلتا الجديدة او في توشكا وشرق العينات او في اي مكان اخر، الناس هتجد ان احنا استثماراتنا عالية جدا. استثماراتنا عالية جدا. يعني ايه عالية؟ يعني الناس كلها بتروي على مية المطر، وبالتالي تكلفة الانتاج بتاعها اقل كتير من اللي احنا بنعمله. بس هل لدينا خيارات اخرى؟ لا، ما لديناش. يا كده يا بلاش. يا اللي احنا بنعمله ده ايه؟ يا ما نزرعش.